مجرد ما اعطي بعض المؤشرات عن الالوان حيبتدوا يجوا ناس في باله. الناس اللي موجودين في اللون الاحمر هذول الناس اللي يطلبون الحديد وهو سخن، عكس تماما الناس اللي في الازرق. الناس اللي في الازرق حساسين عاطفيين، ويقيس شيء ما يقيسه اي مقياس اخر اللي هو الاحتياج. انت شو تحتاج من الافراد؟ بيركمان يفصل لك احتياجاتك هذه بشكل دقيق جدا، لانك لو ما لبيت لك الاحتياجات راح تقع في سلوكيات تحت الضغط. السلام عليكم ورحمة الله، وهذا عمر ذيبان يحييكم، فأهلا بكم في حلقة جديدة من عنوان بيركمان، كيف أعرف شخصيتي ومن أنا؟ كلما ازددت معرفة بنفسك كلما ازددت حكمة. دائما مشكلة الناس في الخيارات، الحياة لا تتحمل أن تجرب كثيرا. أنت لا تملك 1000 سنة، وإنما تملك مجموعة من السنوات إن لم تحدد هدفك من البداية، فمن الصعب أن تصل لما تصبو إليه عندما تتقدم في العمر. كثير من الناس يتساءلون من أنا، يعني من هم وليس أنا. يعني يقول دائما من أنا وكيف أصل إلى أهدافي، ما هي نقاط قوتي، ما هي نقاط ضعفي، كيف يراني الناس. هذه مسألة مهمة، فكيف نتعرف على أنفسنا؟ بيركمان هذا يعتبر أفضل مقياس عالمي لتحديد الشخصية، أو يوضح لك من أنت. خليني أتكلم لك عن بيركمان في عجالة، يعني 3 دقائق الأولى راح تكون بشكل مختصر عن بيركمان. لو أحببت أنك يعني تتعمق في بيركمان كمل بعد الدقيقة الثالثة. بيركمان هذا بروفيسور أمريكي شارك في الحرب العالمية الثانية، وبعد ما رجع بدأ يسأل الجنود أسئلة، فوجد إجاباتهم مختلفة، كل واحد يجاوب بطريقة مختلفة. فقال جميعنا شاركنا في كتيبة واحدة، وبعد ذلك اختلفت ردود أفعال الناس، لذلك لابد أن تفكير الناس يختلف، ردات فعلهم تختلف. فوضع مقياس يقيس سلوك الناس، طبعا هو يقيس 4 أشياء: احتياج الإنسان، سلوكه الاعتيادي، وسلوكه تحت الضغط، واهتماماته. هذه 4 أشياء استطاع أن يقيسها. طيب كيف يقيسها أو كيف يعمل بيركمان؟ هي عبارة عن أسئلة توجه للإنسان، هي 298 سؤال أتوجه للشخص، طبعا عن طريق الإيميل تصلك، تجاوب عليها خلال من نص ساعة تقريبا، تحتاج إلى 45 دقيقة. بعد كذا يصدر لك تقارير عن شخصيتك، تقريبا 60 تقرير عن شخصيتك. التقرير الرئيسي هو باللغة العربية، بقية التقارير باللغة الإنجليزية، ولكن التقرير الأساسي هو اللي يحدد لك شخصيتك بالضبط ويقيس لك احتياجاتك الأساسية. التقرير هذا له تقريبا أكثر من 60 سنة، وهو ما زال يثبت خلال السنوات وخلال الأيام المتالية أنه من أفضل التقارير. 8000 شركة حول العالم تعتمد هذا التقرير، وكثير من الشركات الآن مثلا في السعودية بدأت تستخدم هذا التقرير، لأنه يعني يكشف لك الشخصية والموظف اللي أمامك واحتياجك أنت من الشخص اللي أمامك، كيف أنك تتعامل معه وكيف أنك تعرف عليه. اللي عمل التقرير أكثر من 3 مليون شخص، فأثبت من خلال التجربة، من خلال الممارسة، أنه من أفضل التقارير اللي تقيس لك شخصيتك وتتعرف عليها. لذلك تجد تقرير بيركمان هو المتصدر لتحليل الشخصية وقياس الشخصية حول العالم. أنت تريد أن تعمل مقياس بيركمان، كيف؟ أولا تتواصل مع مستشار بيركمان. هذا المستشار هو معتمد لدى الشركة الأم. عندما تتواصل معه راح يرسل لك رابط على الإيميل، الرابط هذا تفتحه راح يطلع لك 298 سؤال، يفضل أنك تجاوبها في جلسة واحدة. ليش؟ لأن أفكارك تكون مترابطة، وفي الغالب الفكرة الأولى اللي تطرأ في بالك هي الصحيحة أو هي الشيء اللي يبغونه بالضبط. بعد ما تجاوب وتنتهي راح تجي على الإيميل المستشار رسالة بأنك انتهيت، أن تقريرك في طور التجهيز والإعداد من خلال الشركة الأم. خلينا نتعرف على التقرير اللي يصدر لك. هو راح يصدر لك بالنسبة للعربي 32 صفحة، هو يشرح لك طبعا بالعربي جميع الأشياء اللي في التقرير، فهو تقريبا له أكثر من 65 سنة معتمد حول العالم. ثم يتكلم عن التقرير، وبعد كذا راح يعطيك 4 دلالات أو 4 ألوان، كل لون راح تجده في جميع الصفحات. ليش؟ لأن هذه الورقة اللي تشاهدها الآن راح تعطيك دلالة على اللون الأخضر. لما يجيك مربع باللون الأخضر أو مستطيل أو أيا يكن، فهذا
أمر يدل على أنك طبق عليك شيء من هذه الصفات. وبالمناسبة كثير من الشركات عندما يعتمدون بيركمان يضعون بصمة على مكتب كل موظف عليها هذه الألوان، ويقول لك ترى هذا هو الشخص اللي أمامك، تعامل معي بهذه الطريقة كما أنا وليس كما تريد أنت، فتعامل معي من خلال شخصيتي ورغبتي. لذلك قوة بيركمان في الشركات وفي أنه يكشف لك شخصية اللي أمامك، ما هو يكشف لك يعني أسراره، ويكشف لك كيف تتعامل معه وكيف تستطيع أن تخرج أفضل نسخة لديه. لذلك يجيب لك أربع ألوان: الأخضر غالبا الاجتماعي، الأحمر تنفيذي، الأزرق تفكير وتأمل، أما الأصفر تحليلي. دعونا نتكلم عن الصفحة الثانية والخريطة، وهي البصمة الرئيسية. البصمة الرئيسية هي بالشكل هذا، يعطيك الألوان الأربعة بدرجات، ثلاث درجات: غامق وسط وخفيف في كل الألوان. إيش دلالاتها راح نتعرف عليها. ففي البداية يعطيك مثلا النجمة تدل على الاهتمامات، وين اهتماماتك؟ في الأخضر، يعني مثلا مثل الشخص هذا اهتماماته في الأخضر، لذلك تجد أنه يهتم بالتواصل والاجتماع والتأثير في الآخرين. السلوك الاعتيادي وين تجده؟ بالمعين، تجده في الأزرق، لذلك نجد أنه لديه اهتمام بالتفكير والتأمل، وله صفات راح يذكرها في الأسفل كاملة بطريقة مفصلة. ويضع لك لو تلاحظ في الأزرق الوسط، ما هو غامق ولا فاتح، معنى ذلك أنه متوسط في تفكيره. الغامق يكون أكثر تعمقا وأكثر تفكيرا وتأملا. لاحظ الدائرة هي احتياجك، يعني ماذا تريد من الآخرين. بعضهم يسميها كيف يشاهدك الآخرين أو كيف يروك، لذلك هي مهمة. ويأتي عليها المربع، المربع هو سلوكك تحت الضغط، بمعنى إذا ما تحققت هذه احتياجاتك اللي أنت تطلبها فإنك تدخل في السلوك تحت الضغط، في العصبية، في التوتر. في بيركمان أنه يعطيك 10 اهتمامات لك ويعطيك شغفك، ما فوق 80 يعتبر شيء من الشغف، أو أول دائرتين معناها هي شغفك والأشياء اللي إذا عملت فيها ممكن 20 ساعة في اليوم ما تشعر بالملل، فهذا هو شغفك. إذا اشتغلت عليه راح تصل إلى مراحل متقدمة. بعد ذلك راح يعطيك السلوك، الطاقة العاطفية، البدنية، الوعي الذاتي، اتخاذ القرارات، مجموعة من السلوك، 9 عناصر من السلوك. لو تلاحظ موجود مثلا الطاقة الاجتماعية، عندك الاعتياد والاحتياج. إيش معنى هذا؟ الاعتياد هو ما أنت عليه، الاحتياج ماذا تحتاج من الآخرين، سواء من سلطة أو من تقبل الآخرين لك أو تعامل الآخرين معك، يعني شيء ما هو عندك ولكنك تحتاجه من شيء آخر، سواء سلطة، سواء مجتمع، سواء تعامل، أي شيء ما يوجد عندك تجده في الرقم الثاني. أما الرقم الاعتيادي فهو ما أنت عليه في الوقت الحاضر، ثم يأتي ويشرحها لك بطريقة مفصلة في الأسفل، ويعطيك أسهم وعلامات وقياس معين لهذه الأشياء. في آخر التقرير يعطيك نقاط قوتك، وهذه النقاط هي التي من خلالها تستطيع أن تبني شخصية رائعة قوية. فهو يعني فكرة بيركمان مختصرة يختصر لك شخصيتك ونقاط قوتك وكيف تستطيع أن تصل إلى أفضل شيء منك. فهذه هي فكرة بيركمان مختصرة. لو أردت أن تعمل تقرير بيركمان ما عليك إلا أن تتواصل معي عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي الموجودة في الأسفل، وأكتشف شخصيتك قبل أن تضيع عليك السنوات. طيب لمن يصلح بيركمان؟ يصلح لشخصيات كثيرة، للطلاب المتقدمين على الجامعة. لو افترضنا أن أينشتاين أصر أنه يكون طبيب، راح يكون طبيب مغمور ويمكن يتوفى وما يعرف يسوي أصلا عمليات، لكن يوم اتجه للفيزياء شغفه وصل إلى أعلى المستويات. أيضا المقدمين على الزواج يستطيع أن يحدد الشخصية الزوج وشخصية الزوجة وكيف يتعاملون مع بعض. أيضا في الوظائف إذا كنت تتعامل مع مدير وموظفين يشرح لك بيركمان شخصية كل إنسان وكيف تتعامل معه وكيف أنك تستفيد من أعلى طاقة له. قبل أن نقول أدام الله بقاءكم، استمعوا إلى الأستاذ مهند ماجد أحد الخبراء في بيركمان يشرح بشيء مبسط عن بيركمان، فدعونا نستمع له. مبدئيا ما في إنسان جيد وما في إنسان سيء، كل إنسان مميز وكل إنسان مختلف. دكتور روجر بيركمان سوى الأربع ألوان هاي كرمز مؤشرات
الحين لو احد بيسمع كلامي مجرد ما اعطي بعض المؤشرات عن الالوان حيبتدوا يجوا ناس في باله، ممكن من اخوانه، ممكن من اصدقائه، ممكن من زملائه في العمل، مديره، موظفين تحته، التيم، العالم اللي انت تتخالط وياه. وحطوا في بالك هذا ممكن يزيد الوعي الذاتي لمعرفة نفسك ومعرفة الآخرين وتقليل الاختلافات بينك وبين الآخرين. الناس اللي موجودين في اللون الأحمر هذول الناس اللي يطرقون الحديد وهو سخن، يسوون أكثر من مهمة في نفس التوقيت، لغة الجسد حقتهم عالية، مؤدين، ينفذون بأياديهم، عندهم حضور عالي، يهتموا بالمشاكل حقت الناس الخارجية أكثر من المشاكل حقت نفسهم، يميلوا أساسا للمهام، ممكن يكونوا في الصيانة، ممكن يكونوا في الهندسات. إحنا نتكلم بشكل أفقي كأننا نطالع على البشر من فوق، مجرد مؤشرات. عكس تماما الناس اللي في الأزرق، الناس اللي في الأزرق حساسين، عاطفيين، فنيين، مبدعين، ما يأخذون قرارات سريعة، عميقين التفكير، عندهم الحس الفني عالي، دائما ما يحبوا المجموعات الكبيرة، مجموعة حقتهم تكون الناس المقربين 1 2 3، يهتمون بالمشاكل حقتهم الشخصية أكثر، يميلون دائما للبشر، ممكن يكونوا الناس اللي في مجال هندسة المعمار، الهندسات الداخلية، الديكور الداخلي، ممكن يكونوا في مجال الأشياء الفنية، ممكن يكونوا في القانون لأن القانون يحتاج تفكير عميق، ممكن يكونوا في مجال الوظائف الاستراتيجية، الوظائف حقة التخطيط. عكس تماماً الناس اللي في الأحمر. يعني خلينا نتخيل مع بعض شيء، إنه مدير وموظف إذا ما فهموا بعض قنبلة، ولكن إذا فهموا بعض ممكن يشكلوا انسجام مو طبيعي. نفس الشيء زوج وزوجة، أب وابن، أم وبنت، عائلة. ولذلك ما في جيد وسيء. ليه هاي الاختلاف يصير؟ لأنه الناس اللي في الأزرق يشوفوا الناس اللي في الأحمر بركان، وحتى يطلقون عليهم هدي شوي، ليش أنت عجول جي. الناس اللي في الأحمر يطلقوا على الناس اللي في الأزرق يا ليل ما طولك، باردين. الناس اللي في الأخضر، الناس اللي في اللون الأخضر عندهم الإقناع عالي، عندهم التأثير على الآخرين، يسموهم كونكترز، يميلون إلى البشر، حضورهم عالي، كاريزما عالية، ممكن يكونوا في التعليم، ممكن يكونوا في التدريب، ممكن يكونوا في الاستشارات، ممكن يكونوا في الكوتشنج، ممكن يكونوا في الأعمال التطوعية، في المبيعات، في التسويق. عكس تماما الناس اللي في الأصفر، هذولي سوشيالايز، اجتماعيين. الناس اللي في الأصفر قوانين، إجراءات، أنظمة، توثيق، تحليل، تقليديين، حسابات مالية، حقائق، يشتغلون بروحهم، يميلون إلى المهام. عكس تماما الناس اللي في الأخضر. وأيضا ممكن تشكل خلاف كبير سواء كان في العائلة أو حتى على المستوى العملي. ليه؟ لأنه اللي في الأخضر يشوف الأصفر وايد ممل، واللي في الأصفر يشوف اللي في الأخضر راعي كلامك. تخيل الحين اللي يسمعني أنه كل اللي يشتغلوا وياك في القسم حقك أو كل عائلتك لون أحمر حريقة، تخيل كلهم أزرق إبداع وفن وهدوء، تخيل كلهم أصفر لازم عسكرية كل شيء بالورقة والقلم، وما يحبون التغيير المفاجئ، تخيل كلهم أخضر، جمعات واجتماعات ورمسة وأشياء زي كذا. الشاهد في الموضوع إنه ما في جيد. هل ممكن شخص يكون مزيج من الألوان؟ نعم، قد تكون مزيج من لونين، قد تكون تحدث في بعض الأحيان أن تكون مزيج من الأشياء. وهي العمق اللي يعطيك إياه بيركمان في إنه كيف يزيد الوعي الذاتي حقك عن نفسك، وزي ما قال روجر بيركمان الـMRI حقك أو الـDNA حقك، وكيف يزيد وعيك بالآخرين وتصرفاتهم. لأن اليوم البيركمان يقيس تصرفك، سلوكك الاعتيادي، ويقيس شيء ما يقيسه أي مقياس آخر اللي هو الاحتياج. أنت شو تحتاج من الأفراد عشان تكون في وضعك الطبيعي؟ إيش تحتاج من المجموعات؟ إيش تحتاج من بيئة العمل عشان تنتج؟ إيش تحتاج من بيئة الحياة؟ بيركمان يفصل لك احتياجاتك هذه بشكل دقيق جدا، لأنك لو ما لبيت لك الاحتياجات راح تقع في سلوكيات تحت الضغط. السلوكيات تحت الضغط الناس تبتدي تحكم عليك، ودائما الحكم على الآخرين يولد الاختلافات بيننا وبين الآخرين. شوف ما قلنا هنا اليوم، هاي ميتافور، الصورة هذه شجرة فيها جذور. اليوم لما نروي الجذور هتخضر الشجرة،
بيرجمان يعطيك الاحتياج، الاحتياج احنا نمثله بالجذور ما نشوفه، احنا قاعدين نشوف السلوك الاعتيادي حق الشخص بس ما نشوف الاحتياج حقه. وكل واحد مننا عنده احتياج، واحتياجاتنا هذه ممكن تكون مختلفة حتى عن أقرب الناس اللي موجودين، لأنه أنت ممكن تكون إنسان حازم ولكن احتياجاتك تماماً في اللون الأزرق اللي أنت محتاج أحد يسمع لك أو يقدر مشاعرك، احتياجات ممكن تكون في الأصفر أنت تبغى قوانين وتبغى بيئة متوقعة وتبغى أشياء تقليدية، احتياج ممكن يكون في الأخضر أنت تبغى مرونة وتبغى تسوي جداولك وتبغى تسوي أشياءك اللي أنت تبغاها اللي أنت تحبها، ما تبغي الناس تفرض عليك، ما تبغي الناس تعطيك وقت، لا الناس تلزمك بشيء، لا انت تبغى مرونة في كل شيء، تبغى انك انت تكون جزء من المجموعة. الناس لما تكون احتياجها في الاحمر هذول الناس اللي محتاجين كل شيء ينجز سريع، التأخير وتأخير الاعمال وتأخير الاشياء والحياة الرتيبة تتعبهم. كيف نعمل توافق بين مثلا واحد في الاحمر واحد في الازرق او واحد اخضر وكذا؟ جميل. كيف نعمل توافق دائما احنا نقول الضد فين الناس؟ الشخص اللي في الاحمر لما يكون عندك احد افراد الاسرة ازرق او زميلك في العمل يجب انك انت تتنازل شوي من الحزم حقك ومن الحراره حقتك والبركان حقتك عشان تقدر تتوافق مع الشخص اللي في الازرق، لانه في الازرق حساس، يجب انك تراعي الكلمات لما تتكلم معاه، تراعي مشاعره. نفس الشيء في بالنسبه للاخضر والاصفر، فكل واحد هي السالفه انه ما في انسان جيد وما في انسان سيء، ولكن كيف احنا نقبل بعض اساس نتوافق ونقلل الاختلافات. ناو الشخص اللي في الاخضر مفترض لما يتواصل مع شخص في الاصفر مفترض انه دائما يعطيه حقائق ويعطيه اشياء ثابته ويقلل من كلامه. على العكس تماما الاصفر مفترض انت يا الحاسم يا المصر يا الملتزم يا الحذر، مفترض انك انت لما تيجي للاخضر اعطيه مرونه شوي وبالتالي تتوافق. جميل. طيب الشغف كيف نصل للشغف؟ كيف اعرف شغفي؟ شغفك بيرجمان من التقييمات اللي تعطيك 10 اهتمامات. الاهتمامات ليس له علاقة ب، وهو الشغف ليس له علاقة بالمهارة، المهارة تكتسب بالتعليم بالتدريب بالممارسة بالخبرة، ولكن بيرجمان وهذا الشيء اللي خلى كثير من الناس تدرس دراسة وتشتغل في شغل تماما مختلف عن الشيء اللي هم درسوه. العمر فيه كم سنة؟ استقطعت من حياتك 4 سنوات أو 5 سنوات أو 6 سنوات درست دراسة، بغض النظر شو القرار اللي كان فيها، سواء كان على العائلة أو سواء كان فرصة الجامعة أو سواء كان بناء على صديق أو تأثرت بالوظائف اللي موجودة في المجتمع أو شيء زي كذا، ودرست هذه الدراسة وبعد ما أنت درست رحت اشتغلت في تماما في عمل. فاليوم بيرجمان يتيح لك الفرصة في إنه يعطيك الشغف حقك. الشغف حقك شنو الأشياء اللي تحب تسويها سواء كانت مهام عملية أو هوايات، يعطيك 10 اهتمامات ويعطيك درجات عالية في الاهتمامات العالية، وهذا اللي يزيد الشغف. اليوم نقول للإنسان لما يمارس الشغف حقه بتزيد الطاقة حقته. ناو بيرجمان أيضا من الوعي حقك يزيدك إنه أنت ممكن يكون عندك شغف في شيء بس ما عندك المهارة. اليوم لو تعلمت هذه المهارة ومزجت المهارة مع الشغف العنان السماء. بيرجمان لو أخذناه يعني دائرة الدوائر هذه، بيرجمان ما يعطيك إيش السلوك بس الاعتيادي شنو سلوكك، ولا يعطيك بس كيف كمان أنك تتصرف، بيرجمان كمان يعطيك لماذا تتصرف هذا التصرف. التقييم الوحيد اللي هو يقدر يطلع الاحتياج حق الشخص هو البيرجمان. وفي الختام أدام الله بقاءكم ونلتقيكم وأنتم بأفضل نسخة منكم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. ولا يقول الوالد لي رحمه الله يقول اللي ما ينفع نفسه ما ينفع الآخرين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.